اشتغلنا في ظروف صعبة سنة كاملة. 2013 ما كانش فيه مبنى، اتحرق المبنى بعد شهر ما جيت اتحاد الكورة. استلمنا المبنى في يناير اللي بعديه، فأنا بعتبر إن أنا بقالي 9 شهور أو 10 شهور في اتحاد الكورة، مش سنة وعشر شهور، لأن أول سنة كنا بندير الاتحاد من كشك الحاج فوزي اللي في الاتحاد الأفريقي. بقول قدر الله ما شاء فعل.